السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يروى أنه كان إمام في بريطانيا في مدينة لندن، وكان دائما يركب الحافلة نفسها صباحا مع نفس السائق. وذات يوم من فضلكم لحظة، دقيقة. وذات يوم ركب الإمام مع في الحافلة نفسها، ولما دفع ثمن التذكرة رد له السائق 20 سنتا، عشرين سنتا زيادة على زيادة. فوضعها الإمام في جيبه، ثم فكر قليلا وقال: هل أرد له 20 سنتا أم أخذها؟ قال: لا يهم 20 سنتا، إنها لا شيء، سوف أحتفظ بها ولا شيء. 20 سنتا لا تفي بالغرض ولا تشتري لك شيء، سوف أخذها في جيبي. لما وصل الإمام إلى المحطة التي ينزل فيها، ترجل نحو باب الخروج، وإذا به يضع يده في جيبه ويرد 20 سنتا إلى السائق، وقال له: لقد أعطيتني زيادة. فقال له السائق: هل أنت إمام المسجد الفلاني؟ قال: نعم، أنا هو الإمام. فقال: لقد أعطيتك 20 سنتا عن قصد حتى أختبر صدقك وأمانتك، فوجدتك إنسانا أمينا ووجدتك رجلا، فأنا أريد أن أدخل الإسلام وأتعلم من الإسلام، ولقد بينت لي أن المسلمين يحفظون الأمانة ولا يأكلون الحرام. فنزل الإمام مرتبكا كاد أن يسقط على الأرض، فقال: يا ويحتاه، قريبا ما بعت ديني 20 سنتا. كاد أن يبيع دينه 20 سنتا، دين الإسلام كله 20 سنتا. فهمت الملخص ولا ما فهمت؟ اللغة العربية الفصحى هذا هو. أك تشوف 20 سنتيم دخلت إنسان للدين الإسلام، أك فهم؟ هو كون كان ديرها في جيبه يبيع دينه 20 سنتيم، أك فهمني؟ أيوه، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. المهم، هذه ميصاص زعما الناس، ما تاكلوش الحرام حتى ويكون 10، ويكون سنتيم كما نقولوا هنايا، يكون سنتيم اللي ما يسوى، اللي بالك حتى ما يسوى حتى بصله، راك فاهمني؟ أيا السلام عليكم.